تقدم الشركة المتحدة هذا العام الموسم الثاني من مسلسل الرسوم المتحركة يحيى وكنوز، حيث يستعرض المسلسل مجموعة من المغامرات المتنوعة في العصر الحديث والعالم القديم، ويناقش سير ملوك مصر القديمة في إطار درامي مشوق. كما تقدم المتحدة مشروعا جديدا هذا العام، وهو سكتشات غنائية بعنوان الربابة مصري، حيث تقدم موضوعات عصرية وتتناول مشروعات قومية عديدة بطريقة الغناء الفولكلوري على الربابة. مش عايز ترجع للعالم القديم تاني؟ لازم ترجع تاني يا يحيى. نقطة القوة اللي عندك مع قوتي كنز. اثبت يا حراس، يا نهار اسود امسكوه. كنوز